البوليدة وتجمعا حركة الوطنية للطلبة. زميلاتي زملائي الطلبة والطالبات الأفاضل، كرماء الأسرة الإعلامية، ضيوف الحركة، مرحبا بكم جميعا. في البداية يقتضي مني الواجب، ونحن في شهر من نوفمبر، نوفمبر مطلع المعجزات، نوفمبر الشهداء، أدعو الجميع للترحم على شهدائنا الأبرار، شهداء ثورة نوفمبر المجيدة، وإخواننا شهداء الواجب الوطني الذين سقطوا في ميدان الشرف وهم يذودون عن عرض والوطن وأبناء الجزائر. بواسل الجيش الشعبي الوطني، سرير جيش التحرير الوطني، فليستعد الجميع للوقوف دقيقة صمت على الشهداء وعن البواسل الذين سقطوا في ميدان الشرف. نقلنا المباشر في هذه اللحظة من البوليدة وافتتاح النشاط الجمعوي للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين الذي افتتحه في هذه اللحظة أمينه العام مسعود بن عجون. نلتقي اليوم في محطة من محطات النضال، نلتقي اليوم وأنتم تلبون النداء من كل ربوع وطننا العزيز الحبيب ومن كل جامعات الجزائر، من تلمسان إلى تبسة ومن تيزي وزو إلى تمراست. ننتقل اليوم كنخبة من المجتمع، وكلنا عزم عن الإقلاع والمضي قدما بالمستقبل الواعد لوطننا المفدى. ننتقل اليوم لنخلد معا ذكرى أول نوفمبر، لنتذكر التضحيات، الجسام التي قدمها أسلافنا، لننعم اليوم بالحرية والطمأنينة والأمان. ننتقل في هذا الشبر من الوطن، من الوطن الشاسع، وفي مدينة الورود، لنتطلع لجزائر الغد كحديقة تزهر بالورود. علمتنا الحكمة أن الأزمة تجد الهمة، علمتنا الحكمة أن الأزمة تجد الهمة، وها نحن اليوم وبلادنا تعيش المرحلة الحاسمة في تاريخها، تجعلنا ندرك جيدا ويقينا أنه من واجبة التربية نداؤها. كما نبى الأمجاد في مثل هذا الشهر من سنة 1954، وكما عبر عنه بيان أول نوفمبر 54، نلبي النداء ونشد على بعضنا البعض، نلبي النداء ونشد على بعضنا البعض. نحن الطلبة، طلبة اليوم، شباب الجزائر وغداها الواعد. إنه لموعد هام أن نجتمع فيه، موعد يمجد ذكرى تحرير الوطن من الاستعمار، بفضل ثورة رائدة خلد التاريخ شعبا وأعطت لكل جزائرية وجزائري ذلك الاعتزاز العميق الذي تخلقها في وجدانهم وحملهم رسالة مبادئ وقيم ومثل عليا. إنه لموعد هام ننادي فيه جميع الضمائر الحية من جيلنا هذا للمطالبة بصوت عالي وجلي وبطريقة سلمية حضارية تنبع من وطنيتنا وحبنا لأعمال الجزائر، للتوجه والمشاركة بقوة في الواجب الوطني الانتخابي، آمنين من إخواننا الطلبة ونخبة المجتمع الغيورين عن الوطن المساهمة بكل من شأنه أن يحقق الموعد. وهنا يستوقفني ما يقدمه جيشنا الوطني الشعبي منذ بداية الحراك الشعبي ومساهمته التي جنبت الجزائر في الوقوع في الفراغات والمآلات التي لا تحمد عقباها، فهو يستحق منا الإشادة بقيادته. زميلاتي الطلبة، زملائي الأعزاء، يحتم علينا اليوم نحن المساهمة في ضمان واحترام وحماية الحقوق الأساسية والحريات المكرسة في الدستور، لا سيما الحق في التعبير والحق في التظاهر وفي ظل الاحترام الآخر. ومن هذا المنطلق فإنه يتعين علينا في الوقت ذاته كل الحرص على أن تتم ممارسة هذه الحقوق في كنف وحسن امتثال التام لقوانين الجمهورية.
كما هو الواجب علينا اليوم ممارسة واجبنا الانتخابي الضامن الوحيد لاستقرار بلادنا ووحدتها الوطنية. فلا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نقف في صفوف الخلفية دون المساهمة في حلحلة الأزمة التي تشهدها بلادنا على الصعيد الاقتصادي والسياسي، دون أن ننسى المخاطر الخارجية التي تهدد بلادنا وفي هذا الوقت بالذات. سيداتي سادتي، إن الوضع الاقتصادي الهش الذي يعيشه الشعب الجزائري والجزائريين والجزائريات يعد من أكبر المخاطر التي تستدعي النهضة الجماعية وتضافر الجهود المخلصين من إطارات الدولة للوقوف على هذا الوضع الذي إن طال أمده فلن تتحقق أحلام الجزائريين في الشغل والسكن والتنمية المنشودة في جميع مناحي الحياة اليومية، وخاصة الشباب والطلبة. ويبقى السعي الوحيد إلى رمي الشمل وتماسك اللحمة الوطنية ومحافظة على وحدتنا الوطنية من أهم مطالبنا. إنني ومن هذا المنبر أناشد من خلالكم جميع الوطنيين من الأسر الجامعية من خارجها لكي نعمل معا يدا بيد من أجل الوصول إلى إيجاد الحلول التي تمكننا من التوجه إلى الإنجاح الاستحقاق الانتخابي وبكل حياد ومن مع بدون حياد ومع وبدون مرشح. الذي المرشح الوحيد هو الذي يخدم الوطن ومصالح الوطن ويسون مقدراته ويحترم إرادة الشعب. وتبقى الانتخابات القادمة التي وفرت لها شروط النجاح المطلوبة، أقول أن الحل الديمقراطي الوحيد الواقعي والمعقول للوصول إلى شاطئ الأمان. وستضم قناعتنا العميقة أيضاً أن رئيس الجمهورية المنتخب يوم 12 ديسمبر بحول الله وتوفيقه بشكل ديمقراطي غبار عليه هو وحده الذي سيتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين وكذا بإصلاحات كاملة التي تمكنه من تولي تحقيق رغبات الجزائريين الجزائريات الشعب السيد. رغباتنا جميعا في التغيير الحقيقي وتلبية كل مطالب الشعب المشروعة والقيام بالإصلاحات المنشودة التي نحن في أمس الحاجة إليها. زميلاتي زملائي، لن أطيل عليكم، فإننا على يقين تام أنكم مجندون لتلبية نداء الوطن، لأن التوجه نحو الانتخابات نزيهة وديمقراطية يعتبر الخيار الصحيح والوحيد القادر على منح الجزائريين كلمة الأخيرة لاختيار بكم شفافية والسيادة وحرية وشفافية الشخص الذين يرغبون فيه في تكليفه بمهمة قيادة الوطن من أجل إرساء قواعد صحيحة وثابتة للدولة التي يحلم بها كل الجزائريين والجزائريات. وفي الأخير، فإننا في الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين نبارك هذا المسعى وندعمه بكل ما نملك من وسائل، كما نثمن عاليا وبإكبار مجهودات جيشنا الشعبي الوطني وقيادته المجاهدة والمخلصة الرشيدة الوفية لمبادئ أول نوفمبر والتي على رأسها سيادة الفريق نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على الدور المحوري الذي يؤديه بإخلاص وأمانة وضحية، لا سيما عبر حماية الحراك الشعبي وتلبية مطالبه والمحافظة على سيادة التراب الوطني وكذا كل الأسلاك الأمنية المشتركة التي تهدي الشعب الوطن. عاشت الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين، المجد والخلود شهدائنا الأبرار، وتحية الجزائر.